اهلا وسهلا ومرحبا فيكم متابعينا من كل مكان، نرحب فيكم بحلقتنا اليوم من برنامج ديرتنا، وباذن الله مساءاتكم تكون دائما سعيده وجميله مثلكم متابعينا وحبايبنا، ونقول لكم دائما وابدا حياكم حياكم في ديرتنا. جديد مشاهدينا وحبايبنا، ننطلق على بركة الله في جولتنا الإخبارية. تحت رعاية روح السعودية انطلقت فعاليات النسخة الثانية من الملتقى السعودي للسياحة 2024 في مدينة الرياض، ويستمر حتى 24 من يناير بحضور الهيئة السعودية للسياحة بمعية أكثر من 100 شريك يمثلون أهم الوجهات والمشاريع الكبرى وشركات الطيران والفنادق وشركات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات. أطلقت هيئة التراث ترخيص المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار للجهات العلمية والأفراد من المتخصصين والباحثين في آثار المملكة عبر منصة التراخيص والتصاريح الثقافية أبدع لتمكينهم من إجراء الدراسات البحثية الميدانية في المواقع الأثرية. وبينت هيئة التراث أن إطلاق ترخيص المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار يساعد في تسهيل وتنظيم الأعمال العلمية التي تنفذ من قبل الأفراد المتخصصين بهدف رفع جودة الأبحاث الأثرية الصادرة عن المملكة وتسهيل الإجراءات لضمان تحقيق الالتزامات العلمية والقانونية. نبدأ معكم جولاتنا وتغطياتنا لليوم مشاهدينا، نتجه إلى المنطقة الشرقية حيث تتألق محافظة الأحساء هذه الأيام في أجمل لياليها وسط مدينة الهفوف التاريخية وأمام أعرق الأسواق الخليجية من خلال فعاليات ليالي القيصرية. تفاصيل أكثر ننتقل إلى أرض الأحساء مع الزميل حسين السلطان. مساك الله بالخير زميلي حسين، دائما الأحساء متفردة بالجمال اللي تقدمه من خلال الفعاليات والبرامج الثقافية. اليوم نوثق للمشاهدين أجواء هذه الفعاليات من أمام سوق القيصرية معك، تفضل الصوت والصورة معك. مرحبا يا عهد ومساء الخير. فعلا هي ليالي القيصرية الزاخرة بالفنون وكثير من البرامج والفعاليات، يعني عندما تدخل في ليالي القيصرية وتتواجد في هذا الموقع التاريخي أنت أمام مفتح عالمي أو متحف عالمي مفتوح. نستذكر دائما عندما ندخل يا أهل الشرق من روبي على القيصرية وعضدوا لي تلقون الأجر والثوابي، واطلبوا لي دختر العشاق يكشف علي. يعني هذه الأهازيج والأغاني والمعزوفات التي تزدخر بها الأحساء في أعرق وأقدم الأسواق الخليجية سوق القيصرية، حقيقة ما يلفت الانتباه دائما عندما نأتي لهذه الأماكن التاريخية، نشاهد أبناء هذه المنطقة وهم يرحبون دائما بالزوار لكل من يأتي من مناطق المملكة المختلفة وكذلك من دول الخليج القريبة من محافظة الأحساء. أنا ما لفت انتباهي اليوم يا عهد هم وجود يعني هالأطفال، ما شاء الله تبارك الله، اللي دائما يا هلا ويا مرحبا ورحبون باللي يجي وباللي يروح. لكن على عجالة خلينا نتعرف عليهم، يجون عندي هنا، تعالوا تفضلوا عندي هنا، تعالوا تفضلوا عندي، تعرف عليكم بشكل سريع. جميلة الشرايدة. جميلة. وانت يا قمر؟ انت وجاين احمد. يا سلام. وانت؟ لما الدوسري. يا سلام. عنود طه. عنود. طيب. إيلان الشريدة. ايوه. ريفان العويشير. رناد علي. انا حقيقة يعني هم عهد، انا حريص انهم يكونوا معي اليوم لانهم هم جزء من ليالي القيصريه وهم جزء من هذه الاحتفاليه، وهم ايضا يعطون ذلك الانطباع الجميل عن محافظه الاحساء واهالي محافظه الاحساء. انا دائما داهم موجودين نبي نسمع منهم شيء، يعني ايضا نشعر المشاهد عن هذه الليالي وما يدور فيها. خلونا نسمعكم مع بعض وش تقولون. يلا قربوا، تعالي عندي، تعالوا تعالوا كلكم، تعالوا يلا خلونا نسمع وش تقولون. يلا قربوا، يلا قولوا أمير
سعود عسى الله يعز مقداره، أميرنا سعود عسى الله يعز مقداره، يا سعود حنا ضيوفك والحسى دارك، يا سعود حنا ضيوفك والحسى دارك، أميرنا سعود عسى الله يعز مقدارك، أميرنا سعود عسى الله يعز مقدارك. جميل جميل، هذا جزء عما يدور في ليالي القيصرية من معزوفات كذلك موسيقية، وأيضا تواجد العديد من الآثار والمتاحف وأيضا المباني الأثرية، نستذكر أيضا المدرسة الأميرية وبيت البيعة وأقدم الأسواق لسوق الذهب، أكثر من 100 عام يتواجد في هذا الموقع. إذا هي الفرصة نريد أن نوجهها لكل من يشاهدنا عبر برنامج ديرتنا، بأن الأحساء هي زاخرة ولياليها زاخرة، والموقع الذي نتواجد فيه أيضا هو زاخر بالفعل الفعاليات والكرنفالات. أيضا نريد أن نسمع رسائل يرسلونها الأبناء لكل من يشاهدنا عبر برامج ديرة. تفضلي عندي بنتي هنا، تعالي. وش ودك تقولين؟ وش تقولين للناس لما يدخلون؟ يا هلا فيكم، شرفتونا ونورتونا في ليالي القيصرية، تفضل حياكم الله. هذا دائما اللي تقول للناس، كيف شو تجاوب الناس اللي يسمعون هالكلام؟ تشوفون الابتسامة دائما ويرحبون فيكم الناس؟ إيه. جميل جدا، نبي نشوف الأمورات، نبي نختار عشوائي، أنا ودي أخذهم كلهم عشان لا تزعل واحدة منهم أو تشوفني أمها وتزعل ولا شيء، نحاول ناخذ كذا بشكل سريع. وش تقولي للناس اللي يشوفونا الآن يا حلوة؟ وش تقولي لهم لما يجون الناس؟ أسفرت ونورت، حياكم الله، تفضلوا. يا سلام، حنا نقول أسفرت ونورت بوجودكم، والله يخليكم وربي يحفظكم. يعني عهد هي الأجواء والليالي الجميلة، خصوصا مع هذه الأجواء الساحرة، خصوصا في محافظة الأحساء. شكرا جزيلا لك على هذه التغطية المختلفة زميلي حسين السلطان، شكرا لهل إميرات اللي قدموا معاك هذه التغطية وشاركونا بهذه المشاعر الجميلة من فعاليات ليالي القيصرية. مشاهدينا نتوقف معاكم هذا الفاصل وراجعين بتغطياتنا، ما زلنا في البداية، خليكم معنا. أمسي عليكم بالخير من جديد مشاهدينا، ونرحب بكل اللي انضمعنا الآن لمتابعتنا بتغطيتنا اللي بتكون من عاصمتنا الرياض، وتحتضن عاصمتنا الرياض ملتقى بنك التنمية الاجتماعية لريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة، وهي فرصة للتعرف على نخبة من الشخصيات اللامعة والخبراء البارزين في مجالات ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي والاجتماعي من أنحاء العالم. لتغطية هذا الحدث ننتقل بصوت وصورة إلى زميل فيصل القحطاني. أمسي عليك بالخير زميلي فيصل، لو نخبر المشاهدين أكثر عن هذا الملتقى وهذا الحدث اللي يضم هذه النخبة اللامعة من جميع يعني من جميع الخبراء في مختلف أنحاء العالم، تفضل. مساء الخير لك عهد والمشاهدين قناة السعودية. نعم، نتواجد في ملتقى ريادة الأعمال اللي يحمل شعار انطلق نحو المستقبل. هذا الملتقى اللي يشهد حقيقة من أمس حضور كبير جدا لرواد الأعمال والمهتمين، وأيضا وجود جلسات حوارية ومتحدثين مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الوزراء. نعم، هذا الملتقى فعلا هو فرصة لكل رواد الأعمال للاستفادة من التسهيلات الموجودة، من البنوك الموجودة، أيضا من الخدمات التي تقدم لكل رواد الأعمال. الحديث أكثر ينضم إلي الأستاذ فارس العبد الجبار، المدير التنفيذي لتمويل المنشآت بنك التنمية الاجتماعية. رحب فيك، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا وسهلا، حياكم الله، شاكر لكم الدعوة اللطيفة هذه، تجون تحضرون وتشوفون وتعكسون خدمات اللي يقدمها هذا الملتقى. أتمنى إن شاء الله أن تكون يعني ذو عائد يعني جيد ومستدام لأصحاب المنشآت ورواد ورائدات الأعمال وأنماط العمل الحديثة بإذن الله. أستاذ فارس، لما تحدث عن الملتقى يشهد فعلا إقبال كبير، ماذا يعني ملتقى لرواد الأعمال أيضا لبنك التنمية الاجتماعية؟ بالتأكيد طبعا اليوم الملتقى، يعني أنت ممكن اليوم الثاني، بالأمس كان حضور وصل تقريبا إلى 9000 رائد ورائدة أعمال. نهدف من هذا الملتقى طبعا صناعة الفرص لرواد الأعمال، نتأكد أنه فعلا أنه نبلور هالفكرة،
الرائد. احنا اليوم نعتبر المكان هذا كمصنع لريادة الأعمال، في خطوط إنتاج كثيرة. خط الإنتاج الأول الفرصة والفكرة وبالورتها وكيف جعلها ذات جدوى اقتصادية وتخدم هذا البلد المعطاء. اليوم احنا نهدف ان شاء الله بتواجد الشركاء الموجودين معنا اليوم من كافة الجهات التمويلية سواء حكومية ومدعومة او قطاع خاص، اننا نجد حلول مالية وغير مالية لرائد ورائدة الاعمال. اليوم صراحة الحمد لله اكثر من 100 مستشار موجود اليوم هنا، كلهم الهدف بلورة فكرة رواد الاعمال، وان شاء الله يعود ان شاء الله يعني هالنتائج هالملتقى ان شاء الله بالنفع لهم باذن الله. انا استاذ فارس، انا كرائد اعمال ماذا يقدم لي الملتقى لما ازور هذا الملتقى؟ طبعا بالتاكيد اول فكره اللي هي بلورة الفكره وجعلها ذات جدوى اقتصاديه، نتاكد اليوم انها تطابق مستهدفات رؤيه المملكه 2030، تساعد في نمو اقتصاد هذا البلد، تخلق الوظائف، تزيد من الناتج المحلي لاصحاب المنشات الصغيره والمتوسطه. هذا الاساس. بعد كذا نبدا ناخذ رائد الاعمال، نجلس معه، عندنا استشارات، عندنا خدمات تمويلية، عندنا مساحات عمل قائمة وجاهزة بحيث أننا نحاول نقلل التكاليف عليهم. اليوم بنك التنمية الاجتماعية من يعني أكبر بنك تمويلي تنموي في الشرق الأوسط، يخدم بخدماته ومنتجاته رواد ورائدات الأعمال. الهدف الأساسي منها اليوم أنه فعلا نجد نستقطب نرصد الفكرة وإن شاء الله يعني يستفيدون من الخدمات المقدمة. أستاذ فارس العبد الجبار، شكرا جزيلا لك. الله يعطيكم العافية، شكرا لكم، شاكر لكم حضوركم، شكرا لكم. نعم مشاهدينا، معكم ملتقى ريادة الأعمال والأنماط الحديثة، هذا الملتقى اللي فعلا يجمع عدد كبير من رواد الأعمال بالإضافة إلى الجهات الموجودة لتقدم خدمات لكل رواد الأعمال. هي فرصة للحضور والاستمتاع حتى في المعرض المصاحب وأيضا في الجلسات الحوارية الموجودة واللي شارك فيها متحدثين من دول العالم لهم قصص مع ريادة الأعمال. أرجع لك عهد، نستكمل ونشوف وش باقي في ديرتنا. يعطيك ألف عافية على هذه التغطية، شكرا لك فيصل القحطاني وشكرا لضيفك على هذا الحديث وهذا الدعم اللي يقدمونه دائما رواد ورائدات الأعمال السعوديين. ننطلق معاكم مشاهدين في تغطية أخرى، انطلقت النسخة الثالثة من هاكاثون المسؤولية المجتمعية في جامعة الفيصل بالرياض بمشاركة 60 طالبا وطالبة من 15 جامعة من مختلف أنحاء المملكة، ينافسون على 4 مسارات مختلفة. التغطية كاملة بنتابعها مع الزميل صالح العمري. انطلقت النسخة الثانية من هاكاثون المسؤولية المجتمعية في جامعة الفيصل بالعاصمة الرياض، وذلك بمشاركة 60 طالب وطالبة من 15 جامعة مختلفة من مناطق المملكة، ويتنافسون على 4 مسارات مختلفة. الهدف من هذا الهاكاثون فهو يهدف إلى إيجاد حلول تقنية للمسؤولية المجتمعية، ولذلك جعلنا له 4 مسارات في 4 مجالات. الأربع مجالات هي المجال الاجتماعي والمجال الرياضي والمجال التقني والمجال الطاقة. الحمد لله عدد المشاركين تجاوز أكثر من 60 طالب وطالبة من 15 جامعة حول المملكة العربية السعودية، وتم اختيار هؤلاء الطلاب أو الطالبات العدد 60 من بين أعداد كبيرة جدا، لأننا وضعنا معايير وشروط لاختيارهم. دخلنا هذا الهاكاثون لإيجاد حل مناسب وجميل وجديد في المسؤولية المجتمعية، وبإذن الله أنها تكون مثرية ويكون شيء فعال ويفيد المجتمع في الأيام القادمة بإذن الله. طبعا احنا مجموعة رقم 2، حندخل في الجانب الاجتماعي الصحي. فكرتنا تخص، ودي احكي نبذة بسيطة عنها، هي الأدوية المنتهية في السوق، حابين ان نعيد نسوي لها ريسايكلينج في تطبيقنا ان شاء الله، ونعطيها للاشخاص اللي ما يقدرون يدفعون باقل التكاليف. طبعا قبل الانتهاء، يعني أدوية قبل ما تنتهي. تأتي النسخة الثانية من هاكاثون المسؤولية المجتمعية وتركز على 4 مجالات متنوعة، وهي المجال الاجتماعي والرياضي والتقني والطاقة المتجددة، والتي تستهدف طلاب وطالبات الجامعات بالمملكة العربية السعودية لرفع القدرات وتمكين الطاقات في المجالين التقني والبرمجي. للقناة السعودية صالح العمري، الرياض.
شكرا لك صالح العمري على تغطية أعمال النسخة الثانية من هاكاثون المسؤولية المجتمعية المقام من جامعة الفيصل، وبإذن الله السنة القادمة نشهد انطلاق أعمال النسخة الثالثة. ننتقل معكم مشاهدينا من عاصمتنا الرياض إلى المدينة المنورة. يقدم معرض إرث مجموعة من الأعمال الفنية التي تجسد روح الحضارات المختلفة وتعبر عن جوهر التراث الإنساني عبر العصور. تفاصيل أكثر ننتقل بصوت وصورة مع الزميل سعد السناني من أرض المدينة المنورة. أمسي عليك بالخير زميلي سعد، يعطيك ألف عافية، ما شاء الله منور بالشاشة من خلفك. لو تعطينا تفاصيل أكثر عن هذا المعرض وما هي أبرز الأعمال الحاضرة فيه، تفضل. مساء النور عهد، مساء النور على كافة مشاهدي القناة السعودية. طبعا نقف اليوم في هذا المعرض، معرض إرث، هذا المعرض الذي يتحدث عن تاريخ وأيضا تراث المملكة العربية السعودية عبر العصور. اليوم في هذا المعرض حقيقة جسدت غادة باسودان هذا الإرث التاريخي وهذه الأعمال الفنية التراثية التي تجسد لنا تاريخ المملكة العربية السعودية كما ذكرنا عبر العصور، هنا في مركز الفنون في المدينة المنورة التابع لنما المنورة. نبغى نتحدث عن هذا المعرض وعن جمال هذا المعرض حقيقة اللي مبهرنا ومبهر جميع الحضور. أكثر يسعدنا أن ينضم معنا الأستاذة غادة باسودان وهي الفنانة التشكيلية وأيضا صاحبة هذا المعرض. أستاذ غادة، في البداية لو تحدثينا عن فكرتك في هذا المعرض الجميل، ونحن نشاهد هذه الأعمال الفنية التراثية، نشاهد أيضا الصخور، نشاهد الأشياء الجميلة في المملكة السعودية. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لفكرة المعرض حبيت يكون يعني كأنه رحلة فنية نستعرض فيها إرثنا السعودي. طبعا إرثنا مليء بال يعني الأشياء الجميلة. المعرض عبارة عن مجموعة من اللوحات اللي هي تعبر عن روح الحضارات يعني السابقة المختلفة اللي كانت موجودة في المملكة، بالإضافة اللي هو للفنون التقليدية المعروفة عندنا. طبعا جميعها حطيتها بأسلوبي الخاص، يعني رسمتها بأسلوبي الخاص. أنا أشاهد أنا الأعمال الفنية للنقوش على الصخور، يعني الآن اليوم الآن إذا الشخص يعني أراد أنه مثلا يشاهد النقوش على الصخور يعني يصعد على الجبال حتى يشاهد جمال هذه النقوشات، لكن أنتم اليوم جسديها في هذه اللوحات الجميلة، حدثيني عن هذا الجانب بالضبط. أول حاجة حبيت يعني أخرج بفكرة جديدة، أنقل اللي هو النقوش الصخرية القديمة اللي كانت موجودة في المملكة على أرض المملكة أجسدها على لوحات. تعرف اللي هو النقوش الصخرية صعب الوصول لها، يعني مو كل الناس تقدر تروح تتفرج وتشوف، فأنا يعني حبيت أني أنقلها بطريقة جديدة على لوحات، يعني كفكرة جديدة. استاذ، يعني انا شاهد يعني امامنا هذه اللوحه خلفنا اللي لوحه التاسيس، انتم مسمين لها هذه اللوحه التاسيس، حدثين عن هذه اللوحه بالضبط، يعني انا اشوف هذا الجمال وهذا التصميم الجميل لهذه اللوحه. هذه اللوحه يعني عباره عن اللي هو مجموعه التاسيس، عباره عن 8 لوحات اتوسطها طبعا اللي هو شعار التاسيس، ومن هنا طبعا هو التاريخ البدايه، تاريخ البدايه. وال طبعا حبيت اني ادمج مع نفس اللي هو اللوحات او التاسيس نفسه اهم النقوش والزخارف اللي هو الموجوده التقليديه في السعوديه، بدءا طبعا من الشمال والجنوب والشرق والغرب، كلها جمعتها في مجموعه واحده. شاهد يعني اللي هو السدو، وايضا نشاهد الجص الشرقي، وايضا نشاهد الرواشين، وايضا ابواب الرياض، يعني شاهد مثل هذه الأعمال الفنية. وأنت اليوم لو تقف هنا وأنت اليوم يعني جسدتي لنا هذا التاريخ وأيضا جسدتي لنا تراث، حدثينا عن تراث تراث المنطقة أو تراث المملكة السعودية من خلال هذه اللوحات. طبعا كل منطقة لها يعني زخرفة معينة أو نقش فني معين يميزها طبعا عن غيرها، فحبيت يعني أبرز كل منطقة بإيش تتميز. طبعا يعني معروف يعني موجود اللي هو منطقة اللي هو هذا السدو، نقوش أهل الشمال، وطبعا اللي هو برضو هذا اللي تميز المنطقة الشرقية اللي هي الجص الحساوي، والرواشين برضو معروفة معروفة عند أهل الحجاز، واللي هو الأبواب النجدية يعني. أيوة أستاذ غادة باسودان، وأنت الفنانة التشكيلية وأيضا صاحبة المعرض، شكرا لك. العفو، أود أني أشكركم على هذه الاستضافة وهذه التغطية، وشكرا لكم على دعمكم
الله يعطيكم العافية إن شاء الله. إذن عهد يعني مثل هذه الجمال ومثل يعني تشاهد الأطفال كذا وراها لابسين الزي السعودي العقال المقصب وأيضا لابسين اللبس النسائي للمملكة العربية السعودية لتراثنا لتراث المملكة. اليوم غادة حقيقة في هذا المعرض استطاعت أن توصل رسالة للأجيال أن تراثنا يعني ما زال باقيا، ما زال نحن في المملكة السعودية نحتفظ في هذا التراث ونعتز ونفخر بتراث المملكة السعودية من خلال هذه اللوحات الفنية التي جسدت لنا إرث وتاريخ المملكة العربية السعودية الممتد لأكثر من 300 عام. هذا كل ما لدي وأعود إليك عهد. شكرا جزيلا لك زميلي سعد السناني على هذه التغطية الممتعة، وألف شكر أكيد لضيفتك الفنانة غادة بنت عبد الرحمن على هذا المعرض المميز والمختلف. نتوقف مشاهدينا معكم فاصلنا الأخير في حلقتنا اليوم وراجعين، خليكم معنا. جديد مشاهدينا وحبايبنا، نتجه معكم مباشرة إلى القصيم بمشاركات تجاوزت 200 عمل للطلاب وطالبات تعليم القصيم يستضيف الأولمبياد الوطني للخط العربي والزخرفة الإسلامية لمسابقة نبي الرحمة، والتي شهدت مشاركة كافة إدارات ومكاتب التعليم على مستوى المملكة. تفاصيل أكثر ننتقل بالصوت والصورة إلى الزميل علي العطينان. مساك الله بالخير زميلي علي، لو نقدم للمشاهدين صورة وافية عن هذا المعرض والمشاركات من الطلاب والطالبات فيه، تفضل. نعم مساء الخير عهد، تحية لك وللمتابع الكريم. صحيح اليوم طبعا اختتمت إدارة تعليم القصيم مسابقة نبي الرحمة ضمن فعاليات الأولمبياد الوطني للخط العربي وأيضا الزخرفة الإسلامية. هذه المسابقة اللي شاركت فيها كافة إدارات ومكاتب التعليم على مستوى المملكة، المشاركات تجاوزت 200 مشاركة، الفائزين اللي تم فرز مشاركاتهم وصلوا إلى 30 متسابق. سمو أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز توج الطلاب والطالبات في هذه المسابقة. عن هذا الأولمبياد وعن البرامج اللي تضمنها أرحب بي الأستاذ سالم الوهبي مدير النشاط الطلابي بتعليم القصيم. أهلا بك أستاذ سالم. يعني هذه المسابقة وهذه المنافسة اللي تطلقها وزارة التعليم ممثلة بتعليم القصيم، هذه مناسبة وطنية على مستوى الوطن أطلقت قبل أشهر، شارك أكثر من 500 من 200 إدارة من 200 عمل وصلنا في منطقة القصيم، ولله الحمد والمنة تم عمل اختبارات لهم، تم ترشيح أو تصفية 30 طالب وطالبة، وفي هذا اليوم تم تكريمهم على يد سمو أمير المنطقة. البرنامج هو عبارة عن الخط العربي وتحت عنوان نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. كان جميل جدا البرنامج، كانت المشاركات من جميع إدارات التعليم في المملكة العربية السعودية، ولله الحمد والشكر كان هذا اليوم يوم التتويج. خليني أسألك يعني عن المعايير وأيضا عن لجان التحكيم وأيضا عن التأهيل والتدريب للطلاب والطالبات. لجان التحكيم كانت على أعلى مستوى حيث حكم لنتائج الطلاب محكمين من خارج وزارة التعليم، محكمين لديهم شهادات اجتياز في الخط العربي، من ضمن المحكمين أيضا خطاط الكسوة كسوة الكعبة المشرفة وأيضا خطاط في الحرم المكي. أيضا كانت النتائج هي عبارة عن معايير واضحة وضعتها وزارة التعليم. شكرا عزيزي، شكرا الله يحفظك، شكرا. إذا عهد المتابع الكريم يعني هذه لمحة سريعة على واحدة من الفعاليات التعليمية اللي تقدم دعما للموهوبين وأيضا الموهوبات من أبناء وزارة التعليم، كل الدعوات لهم بالتوفيق. أعود بالكلمة والصورة لك عهد، تفضلي.
يعطيك العافية علي الاعتنان، شكرا لك وشكرا لضيفك الكريم، ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب والطالبات المشاركين في هذا الأولمبياد. من ماديرا في البرتغال إلى العاصمة الرياض، يتواجد معرض كريستيانو رونالدو الخاص في موسم الرياض، والذي يحاكي مسيرته وقصة من بداياته إلى وصوله للنجومية في عالم كرة القدم. نتابع معكم هذه التغطية مع الزميلة سارة العريفي. متحف كريستيانو، المتحف الخاص بأسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، إحدى أهم وأكبر مناطق موسم الرياض، فهو أكثر من مجرد وجهة لعشاق كرة القدم، بل هو أحد أكثر المشروعات الشخصية التي قام بها كريستيانو رونالدو على الإطلاق، والذي يستعرض أهم الذكريات والأحداث والقصص الملهمة له. متحف الأسطورة تميز باحتوائه على أهم الجوائز الجماعية والفردية التي حصل عليها خلال مسيرته. كان جميل الصدق، وفي إنجازات كريستيانو كلها مع التفاصيل والتواريخ وكل إنجازاتها، يعني من بدايتها لنهايتها، وكان جميل، وكان في كريستيانو، يعني تمثال كريستيانو بتيشيرت النصر، وكان جميل جدا، يعني حتى في فعاليات برا، جميل والله جدا مرة. موسم الرياض هذا العام هو موسم لفرص كبيرة في اكتشاف مناطق وتجارب جديدة من الفعاليات المتنوعة والاحتفالات المذهلة. لقناة السعودية سارة العريفي. شكرا لك سارة العريفي على هذه التغطية للمعرض الخاص لكريستيانو رونالدو. إلى هنا مشاهدينا نكون وصلنا للختام حلقتنا وجولاتنا لليوم، بإذن الله أنها كانت حلقة خفيفة ولطيفة عليكم. لا تنسون بكرة نفس موعدنا بإذن الله، دائما في ديرتنا، في أمان الله.